زوجة أخ أرضعت شقيقة زوجها الصغير في فترة الرضاعة لمرض أمه. زوجته أرضعت يعني أرضعت أخوه، يعني أصبح إيه؟ أصبح أخوه وأصبح أبوه، صح ولا لا؟ أصبح أخاه وأصبح أباه، هو أخ من قبل وبالرضاعة أصبح أبا له في الرضاعة. طيب وبعدين؟ ثم تزوج هذا الأخ الكبير من امرأة أخرى وأنجبت بنتا. هذه البنت تزوجت من ابن أخيه الصغير، طلق الأولانية، جوز واحدة تانية، خلف منها بنت، تزوجت من ابن أخيه الصغير منذ 10 سنوات وأنجبت 3 أولاد. فما حكم هذا الزواج؟ وماذا يفعل إذا ثبت تحريم هذا الزواج؟ في قاعدة بتقول إن لبن الفحل محرم، لأن صاحب اللبن واحد. لو واحد عنده زوجتين ودخلفت ما ينفعش الاثنين، لأن صاحب اللبن واحد، صاحب اللبن واحد. فهذا الرجل عندما أرضعت زوجته أخاه أصبح أخوه ابنا له من الرضاع. فلما في المستقبل بنته من زوجته الثانية تزوجت بابن أخيه، فتزوجت مين؟ بعمتها، يعني تزوج هذا الشاب بعمته، صح ولا لا؟ تزوج بعمته من الرضاعة، فهذا الزواج باطل بطلانا أصليا، لا يقبل التصحيح ولا الإجازة. طب والبلوى اللي من 10 سنين دي والأولاد والدنيا دي، معلش، هو يفرق بينهما لا محالة. الأولاد يثبت نسبهم شرعا، إن في وطئ شبهة، في شبهة عقد، والشارع عنده تشوف إلى إثبات النسب، لا ينفيه إلا بأقوى الأدلة لكن يثبته بأضعفها، في شبهة عقد، لأن كل عقد اعتقد أطرافه صحته وإن لم يكن صحيحا في ذاته يثبت به النسب. فالأولاد أولاده، ولا إشكال في صحة نسبهم شرعا إليه، لكن يفرق بينهما، فهذه الزوجة لا تحل له. وما وقع من خطأ فيما مضى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لكن الشرط في هذا أن يكون الرضاع قد استوفى نصاب الرضاع المحرم، 5 رضعات محرمات، إن كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا ب5 رضعات معلومات، ثم توفى النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا مما يتلى من القرآن 5 رضعات معلومات، و5 رضعات لا يشترط أن يكون مشبعات بل متفرقات. يعني الولد أخذ الثدي شرب شوية وبعدين كده رجع لورا وتنفس وبعدين استأنف، يعني أدي واحدة، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، 5 رضعات معلومات يحرمنا. لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان إذا ثبت تحقق نصاب الرضاع المحرم، 5 رضعات معلومات، فهذا الزواج باطل، لا يقبل التصحيح ولا الإجازة، يفرق بينهما ويثبت به نسب الأولاد لوجود شبهة العقد. طيب ممكن دول قبلوا بعض، يعني دي عرفنا هي عمته محرم، طب علاقته بإيه؟ علاقته كعلاقته بأي محرم إلا إذا وجدت الريبة والتهمة. أحيانا توجد الريبة والتهمة حتى بين الإخوان وحتى مع زوجة الأب، يعني لو أب سنه 70 سنة تزوج بنت صغيرة في عمر أحد أولاده، هي بالنسبة لابنه محرم، صح ولا لا؟ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، لكن خلوته بها رغم أنها محرم مظنة للفتنة، الجانب الجبلي الطبعي. فإذا وجدت الريبة أو الفتنة ينبغي أن يحتاط للأعراض ما استطعنا إلى ذلك سبيله. إذا لم يوجد هذا، الأصل أنها محرم، هي زيها زي عمته من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.